مرحبا، انا محمد أورفلي من فتحبيب. مثل ما بنعرف، تحضير الاكل الطيب ما بيتطلب بس مهارة الشيف، وانما على المكونات الطازجة والنضرة. احنا بالعادة بنحط المكونات بالثلاجة لفترة طويلة، فممكن نخسر من طعمتها او من جودتها. باعتبار الثلاجات بتلعب دور كبير بهي المعادلة، رح نشوف اليوم اذا كل الثلاجات لها نفس التأثير. رح نختبر اليوم طبقين محضرين بنفس المكونات. مكونات الطبق الاول رح يكونوا بثلاجة توين كولينج بلاس من سامسونج المزودة بنظامين مستقلين للتبريد. مكونات الطبق الثاني رح يكونوا بالثلاجة العادية، رح ينحطوا بنفس الوقت ورح نحفظوا لنفس المدة. هلا رح نحضر ستير فراي باللحمة. جاهزين؟ خلينا نبلش. اول شيء نقطع الفليفلة. نقطع الفليفلة الصفر لشرايح. رح نقطع هلا البصل الاخضر. شو يا شيف؟ ميتة على الاخر الخضرة. الخضرة عندك ميتة. شايف الفرق بين خضرتك وخضرتي؟ لأن المكونات تبعتي محفوظة بثلاجة توين كولينج بلاس من سامسونج، في عندي رطوبة 70%، فعمر خضرتي أطول بمرتين. هذا الفرق. نقطع الجزر لشرايح، ذره للنص، شرايح الزنجبيل، نقطع البروكولي لفلوريت صغيرة. هذا رح نقطع الهليون بشكل طولي. رح نقطع آخر شيء عندي هون البازيلا الحلوة كمان لشرايح رفيعة. هلا رح نقطع الثوم. عنا هون الوق جاهز، ورح نعمل ستير فراي للحمة متبلة بشوية ملح وفلفل أسود وصويا صوص. سارة، جاهزة تحكي معي على الستير فراي تبعتنا؟ يلا. ابغى افند لعيالي هذا. حلو، شكرا. هلا من بعد ما عرفنا انه مش كل الثلاجات مثل بعضها، وحتى اكلنا ما يفوت طيبته، بنصحكم تحصلوا على ثلاجه توين كولينج بلاس الجديده من سامسونج.